40 نووية. طبعا الحديث بيتكلم عن خلق الإنسان عن تدبر في خلق الإنسان. عن إيش؟ عن تدبر في خلق الإنسان. نعم. يعني يجمع خلقه أحدكم في بطن أمه. نعم. 40 يوما. نعم. فمن جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي قدر له. والله تعالى يقول فتح في مناكله وقت رزقه وإلى كل شيء. سؤال السائل قبل يومين سألني أحد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مكتوب وعلي ان افعل، فكيف اوفق بين هذين الامرين بين الايه والحديث؟ جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقسوم ام هناك شيء اخر في نفس الحديث؟ السعاده والشقاوه والعمر، تذكر هذا جيدا؟ نعم. طيب كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاوة وقول وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. الجواب نأخذ الأسباب. عجبت مثل هذا، ويعني قلت ذلك العام وكان مجموعة من العلماء قلت له أنا آخذ الأسباب وأقف، لكن علي أن أسعى في بداية الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن أحصل على غيره. أما قولك في بداية الطريق فكلمة بداية ما هي دقيقة؟ تفضل. في بداية والنهاية. بداية طريق، يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزل أو في علمه عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب. هل الله كتب سعيد؟ خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتب شقي أو كافر؟ مهما فعل فهو شقي وهو كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس، حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة، أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كون من الحظ من القمع أو الشعير، أمهر إنسان، أعقل إنسان، بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الجيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجلين آخرين. إذن
هذه القبضة قبضة اليمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سويا، أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبض الشمال قبض أولئك الذين سبق في علم الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين، فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جوابا لسائل أنه أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أزل أم الأمر أنف، قال لا، جف القلب بما سبق، أو كما قال عليه السلام فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلب لما هو كان، لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي، لكننا ندري كيف ذلك. كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا، قال سل أهلك أو جيرانك، فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح، العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت وجبت وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت وجبت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت وجبت وجبت. ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة اللي بيدعوا في أولياء المصالحين يعمل إيه؟ يكتب في اللوح المحفوظ فلان سعيد فلان شقي، وبتضلها إلى الله أنه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا عشان ينتقم منه. نحن لسنا بحاجة إلى هذه البلاغة الكبرى، في عندنا دليل، وقل يأملوا فسير الله عملكم، يأملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن قولنا الأخذ بالأسباب يربط بهذه الحقيقة، أخذ بالأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب، لا، وبالعكس بلى، أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة ما في تأخر إطلاقا، لا بد وجد السبب، لا بد من وجود المسبب في السعادة والشقاوة، أما في السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك، وهو صريح في قول ربنا
تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما نشاء لمن نريد، أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله. هو يسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه، وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته. إن عمل عملا مهرا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن يكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع، وقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه، كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض. لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمر التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.